والله صعب يا خالتي، صعب كثير والله يا جماعه، يعني جو لا يوصف مكان امبارح. والحمد لله تجاوزنا وصبرنا واحتسبنا والحمد لله رب العالمين، ورضينا باللي رضينا فيه رب العالمين الحمد لله. هيك رضينا رب العالمين واحنا رضينا باللي رضينا فيه الله الحمد لله رب العالمين. راح اشتغل قبل الامتحانات التوجيهي وروح، كنا له يما كاد اروح اقدم، قلنا له بتلحق تدرس؟ قال اه بلحق ادرس. قلنا له عاد اروح، راح غاب 20 يوم وروح، روح قدم قبل الامتحانات باسبوع، روح صار يدرس وبده يقدم. قلنا له عادي روح قدم عادي اللي بدك اياه، وصار يدرس وقدم. لما استشهد انا الصبح كنت مش في البيت، روحت قبل العصير على 3:30 لقيته في البيت، قال لي بتغدى يما، غديته واجى علي على المطبخ باس ايدي وباس حشاكم اجري وطلع. ما لا لا ما كنتش اعرف، هو طبعا باكي يعرف انه في جيش، انا ما كنتش اعرف انه في جيش. ودعني وطلع، طلع حتى يعني بشكل سريع، ما خدش اي شيء من اغراضه، دشر حتى طلع بالحفايه حشاكم مش بالبوت، دشر مصاري اغراضه محلهن، حتى الهوايه دشرها شغاله فوق راسه، ما يعني ما لحقش يقيم اغراضه ويطلع، طلع على السريع والحمد لله فيش نص ساعة وتصاوب.